c'est bien. Pour le bidaya, c'est bien faire le khair. Imtihan akhouya, dis alhamdoulillah. Kif dak chi li bghayna? Kana chouya el sa'abat. Kana chouya el wahed les difficultés f les questions, walakin smitou drna mjhoud w hawlna anana n'atou li andna w khatchnou men les correcteurs et sahom mzyan w ma yghchounach. Khouya, li ba3 am ديال القرايه ولي كوخ ما عرفتش شنو هو وشي مصحح يضيعنا ما نقبلوهاش هذا غادي ما نقبلوهاش يديروا خدام شوم ويداو شي حاجه دنو بلا عليهم دات اليوم دينا اليوم البكالوريا الصباح كان شويه الاجواء صعيبه مع رمضان ما كليناش فهمتي فقنا الصباح مع 8 حنا موافقين كنفيقوا مع 12 والاجواء كانت مزيانه دوزنا الصباح الفيزيك داز شوية صعيب دوزنا فيه 3 السوايع ولكن جانا صعيب شوية العشية إن شاء الله ندوزو لونجلي ويكون خير إن شاء الله بل الأجواء ديال رمضان صراحة سي تخو ديفيسيل باش دوز أنك صايم وعيان وفايق مع 7 الصباح وكدوز وأول مادة بداو لينا بها هي الفيزيك وكانت المادة شوية صعيبة دونك الحمد لله ربي عويننا وصافي يعني كان داكشي شوية صعيب ما كانش داكشي في المتناول صراحة الميكانيك كان شوية صعيب ونعود ان شاء الله على المات نعودوا فيه شويه النقاط مهم حنا دوزنا في رمضان عادي ما كتحسش بشي حاجه فحال صمتي فحال ما صمتيش ولكن بالنسبه للامتحان كان شويه صعيب بعد الكهرباء والميكانيك ما قصناش صعيب وداك الشيء الاخر درنا اللي علينا نعودوا في مواد اخرين ان شاء الله وبالنسبه للحراسه راه كانت مهم داروا اللي عليهم وصافي